واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا وسيدنا يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي راية الحق والدين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، ألا إن نصر الله قريب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزاك خير شيخنا الحبيب. آمين آمين وإياكم. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. بس الله القبول. أحسبك أنك أوتيت مسمارا من زمير آل داود. الله يرضى عليك. الله لنا وعليك يا شيخ. الله يجزاك الخير يا شيخنا الحبيب. وهذا طبعا شرف عظيم دوما أنك تتيح لنا الفرصة بالمشاركة معكم، مشاركة الأجر. الله يجزاك الخير. الله يأنك لنا. إحنا ما نتشرف بسماع هذه الآيات وهذه التلاوة العطرة منك. الله يحفظك. نسأل الله أن يتقبل وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا يوم القيامة. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا شيخ محمد. آمين آمين وإياكم شيخ. طيب شيخنا في درس، يعني في درس نستمع إن شاء الله. أكمل قليلا ثم أغادر إن شاء الله. طيب على بركة الله نستمع معكم معنا إن شاء الله.